يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل نتف الشيب من غير اللحية يعتبر أمرا محرما شرعا، أم أن النهي خاص باللحية فقط؟ يكره نتف الشيب من اللحية ومن غيرها، يكره، نعم، لكن من اللحية أشد، لأن اللحية يجب توفيرها، ونتفه من غير اللحية يكره، نعم، لأن هذا معناه كراهية الشيب، كراهية الشيب، وتريد أنك تكون شاب، ما حصل هذا، حتى لو نتفت الشيب ما أنت بشاب، الشباب راح، نعم.